مرحبا بكم أعزائي التلاميذ. في هذا الفيديو إن شاء الله غنديرو تسعة ديال الامتحان الجهوي ديال السنة الفارطة اللي جيت سوس مسا سنة 2019. نبدأ على بركة الله. نبدأ بالتمرين اللبناني. التمرين الأول، أجبني صحيح أو خطأ بوضع علامة إكس في الخانة المناسبة. أول جملة، الحركة والسكون مفهومان نسبيا. الحل صحيح، جملة صحيحة. حركة عقارب الساعة حائطية، حركة دوران، حركة دوران صحيح. الوحدة العالمية للسرعة هي كيلومتر بار، خطأ لأن هذه الوحدة العملية، لكن الوحدة العالمية هي المتر، متر سكوند هي الوحدة العالمية، هذه عملية. الوزن والكتلة مقداران فيزيائيان لهما نفس الوحدة. هذا بطبيعة الحال شفتو في الدرس أن الوزن ماشي هو الكتلة، الوحدة ديال الوزن هي النيوتن، الوحدة ديال الكتلة الكيلوغرام، الوحدة العالمية بطبيعة الحال. إذا هنا خطأ، جوج صحاح جوج خطأ. إملأ الفراغ بما يناسب. تكون طبيعة حركة الجسم، يعني ملي غتقرا طبيعة حركة الجسم الأجوبة غتكون يا إما منتظمة متسارعة متباطئة. تكون طبيعة حركة الجسم صلب عندما تتزايد سرعته، يعني متسارعة هنا. متسارعة. وعندما تتناقص سرعته، يعني متباطئة. متباطئة. وعندما تبقى سرعته ثابتة، يعني ومنتظمة. هادو جمل سهلين لكن في أن نكون فاهم الدرس مزيان راه غادي نجاوب عليهم ضيا. عندما يكون جسم صلب خاضع لقوتين في حالة توازن، باش كيذكركم؟ كيذكركم بشرط توازن جسم صلب خاضع لقوتين، فإن لهاتين القوتين نفس الشدة ونفس خط تأثير ومنحيان متعاكسان. في كل شيء من الدروس كاين شي حاجه شي جمله اللي غادي تفكر بزاف ولا خمسة النقاط هذه راه سهل. غندوز السؤال الثالث، نعتبر كتابا كتلته ام 200 غرام، مركز ثقله جي في حالة توازن، استر على في حالة توازن، فوق طاولة أفقية كما يبين الشكل أسفل. يخضع الكتاب لقوتين هما وزنه بي وقوة أغ المطبقة عليه من طرف الطاولة. هنا ساعدكم أعطاكم جر القوى، يعني أعطاكم بي وقوة أغ المطبقة عليه من طرف الطاولة. نعطي الجي شدة الثقالة كتساوي 10 نيوتن بار كيلوغرام. صنف تأثيرين الميكانيكيين المقرونين بالقوتين بي وأغ إلى تأثير تماس وتأثير عن بعد. هنا راه سهل القضية. الدار لي ب متجهة نقطتين، ب كما كتعرفوا هي وزن الجسم، هي تأثير عن بعد، تأثير عن بعد. نقطتين تأثير تماس، لأن الطاولة كتقيس الكتاب، تأثير تماس. نقطة، حدد مميزات وزن الكتاب. مميزات ديال الوزن الكتاب ديال الوزن اي جسم كيبقى هما هما. نكتب بحال هكا مميزات بي. مميزات عندنا اربعة، كاينة اول حاجة نقطة تأثير، نقطة تأثير، نقطة تأثير فين هي؟ هي النقطة جي، النقطة جي، مركز ثقل الكتاب، خط تأثير، خط تأثير دائما المستقيم الرأسي المار من الجي، المستقيم الرأسي كاين اللي كيقول المستقيم العمودي المار من الجي، راه صحيح.
كاين اللي كيقول المستقيم الشاقولي المار من الجد، هذا صحيح. الملحة، الملحة بطبيعة الحال الجاذبية كتجر دائما نحو الأرض، يعني من الجد نحو الأسفل. والشدة، الشدة كاين جوج الاحتمالات، إما كيعطوها لك نص التمرين أو لا كتقاس بواسطة واحد الدينامومتر، أو لا كنحسبوها بالعلاقة التالية بي كتساوي إم في جي. حنا في هذه الحالة هذه غنحسبوها بالعلاقة التالية بي كتساوي إم في جي، هانت بي كتساوي إم مضروبة في جي. الكتلة شحال عندك؟ 200 غرام، والجي 10 نيوتن باغ كيلوغرام، هذه بالكيلوغرام وهذه بالجرام. هاد الوحدات هادو بجوج ما متجانسينش، يعني هادي خصنا نحولها للكيلو غرام، يعني 200 غتقسم على 1000 غتعطيك 0.2. إذا الكتلة هي 0.2 كيلو غرام مضروبة في 10 تعطينا 2 نيوتن. إذا هادي هي الشدة، هي كتساوي 2 نيوتن. أمر السؤال الموالي، مثل على الشكل السابق وزن الكتاب باستعمال السلم 1 سنتيمتر لكل 2 نيوتن. لدينا يعني 1 سنتيمتر كتمثل لنا 2 نيوتن، إذا حتى بي متجه بي غادي نمثلوها بجوج بواحد سنتيمتر، أنا أصلا فيها هي 2 نيوتن. شنو غادي دير؟ غادي تاخد المسطرة ديالك تبدا من الجي، ترسم واحد السهم كيبدا من الجي ومنحها نحو الأسفل من الجيب بحال هكذا، دير فيه 1 سنتيمتر. نرجعو شوية ونقدم من الجي نحو الأسفل فيه 1 سنتيمتر بالضبط، وتكتب حداه بي متجه، بي متجه، هذا هو التمثيل ديال بي. هنا طلبوا منا غير تمثيل ديال وزن الكتاب فقط، ما طلبوش من القوى الاخرى. السؤال الموالي، حدد معللا جوابك شدة القوى اخ، وما نعطيو نقطة ونصف على هذا السؤال. علاش عطاو نقطة ونصف؟ باش لو بغيتي تحدد شدة القوى اخ ما تجيش مباشرة تكتب لي مميزات اخية، لا اذكر تقول لدينا الكتاب في توازن وخاضع لقوتين. شنو هما القوات اللي خاضع عليهم؟ خاضع عليهم بي و اف. اذا للقوتين بي و اف نفس خط تأثير ونفس الشدة ومن حياني متعاكسان. أن تبدأ نص السؤال لقيتي تكتب إذا مميزات أخ هي عدد كالمميزات نقطة تأثير خط تأثير المنحة ثم الشدة. شوف معايا الشكل هنا، انا راه ما عطاوكمش نقطة تأثير، ما تجيش تقولي مثلا نقطة أ ولا نقطة بي، كايناش بحال هكا. نقطة التأثير هي مركز مساحة تماس الكتاب والطاولة، يعني المركز النص ديال هاد البلاصة. خط التأثير المستقيم الرأسي لأنه نفس خط التأثير المار من الجي. المنحة غتكتب نحو الأعلى، أن الطاولة هذه هزها الكتاب كتدفع نحو الأعلى. والشدة حسب هذا الشرط ديال التوازن عندهم نفس الشدة، إذا الشدة ديال أف كتساوي ديال تي كتساوي 2 نيوتن. وما ديرش لي أسهم هنا. نمر إلى التمرين الثاني، التمرين ديال الكهرباء. سل بخط بين كل مقدار فيزيائي من مجموعة واحد بوحدته العالمية في المجموعة الاثنان.
ممدود المقاومة الكهربائية. المقاومة الكهربائية الوحدة العالمية ديالها هي الأوم. القدرة الكهربائية الوحدة العالمية ديالها هي الوات. الطاقة الكهربائية الوحدة العالمية ديالها هي الجول. هذوما الوحدات العالمية ديال المقاومة الكهربائية والقدرة الكهربائية والطاقة الكهربائية. املأ الفراغ بما يناسب. نطبق توترا كهربائيا بين مربطي موصل أومي، مقاومته الكهربائية F كتساوي 120 أوم، فيمر فيه تيار كهربائي شدته، يعني عطاونا هنايا التوتر الكهربائي في ستافول، عطاونا أخ وقالوا لنا قلبوا على إي. إذا علاش غنطبقوا؟ غنطبقوا قانون أوم. قانون أوم شنو تيقول لنا؟ تيقول لنا باللي التوتر بين مربطي موصل أومي يساوي جداء قيمة مقاومتي في شدة التيار المعرفي يو غير. دونك أنا كنقلب هنا على إي، إذا إي كتساوي يو على آر، إذا شدة التوتر الكهربائي نقسمه على آر. إذا التوتر عندك في 6 فولت، 6 تقسمها على 120 وغادي تحسب بواسطة آلة حاسبة، 6 مقسومة على 120 الجواب هو 0.05. 0.05 وما نخليش جواب حلاك، انا مازال ما جاوبتش، جاوبناها خطأ، انا ما درتش الوحدة امبير. الوحدة ديال شدة التيار هي الامبير. تتحول الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز تسخين الى طاقة. الطاقة الكهربائية اللي كيستهلكها واحد الجهاز التسخين اش كتحول؟ بطبيعة الحال طاقة حرارية. مثلا الفرن ديك الطاقة اللي كيستهلك كيحولها الى حرارة، ولا ميكوات مثلا. نمر الى السؤال الثالث. يشغل احمد في منزله مصباحين مماثلين يحمل كل واحد منهما الاشارتين 220 فولت و 20 واط، ومسخنا كهربائيا يحمل الاشارتين 1100 واط و 220 فولت. يعطي مدلول كل اشاره من الاشارتين اللتين يحملهما المسخن الكهربائي. اذا المسخن الكهربائي شنو مكتوب عليه؟ مكتوب عليه 220 فولت، مكتوب عليه 220 فولت و 1100 واط، هاد الاشارتين اللي مكتوبين عليه. 220 فولت شنو تتعني؟ تتعني 220 فولت كتسمى التوتر الكهربائي الاسمي للمسخن، وهاد 1100 واط كتعني القدرة الكهربائية، القدرة الكهربائية الإسمية للمسخن. فهم؟ ندوزو السؤال اثنين ثلاثة. احسب إي شدة التيار الفعالة للتيار الكهربائي المار في المسخن الكهربائي عند اشتغاله بصفة عالية تحت التوتر الكهربائي المنزلي للقيمة الفعالة إي كتساوي 220 فولت. هنايا غادي نحسبو شدة التيار الفعالة. باش نحسبو شدة التيار الفعالة هنايا المسخن ما عندوش لا مقاومة طاش لنا، إذا غنطبقو العلاقة ديال بي كتساوي يو فوا إي. باش تعقل على هادي القدرة الكهربائية هي بويسونس باللغة الفرنسية، وهادي بوي بويسونس، بي كتساوي يو فوا إي توتر كهربائي مضروب شدة التيار. إذا لدينا بي كتساوي يو فوا إي، ومنه أنا كنقلب على إي شدة التيار، إي كتساوي القدرة الكهربائية مقسومة على التوتر الكهربائي. القدرة شحال عندي فيها؟ عندي فيها 1100 واط، يعني الوحدة العالمية، ماشي مشكل هنا، كتبها مباشرة، مقسومة على 220. استعملوا آلة حاسبة، مديروش خطأ، 110 مقسومة على 220 كتساوي 5 اش كيلوغرام، 5 امبير. السؤال 3 احسب بالواط ساعة الطاقة الكهربائية الكلية المستهلكة من طرف المصباحين والمسخن الكهربائي عند اشتغالهما في آن واحد وبصفة عادية لمدة ساعة ونصف. هذا غادي نحسبو الطاقة الكهربائية. الطاقة اللي بغينا نحسبوها نديرو العلاقة او كتساوي بي فوا تي، نستعملو العلاقة او كتساوي القدرة ديال داك الجهاز مضروبة في مدة الاشتغال ديالو. هنا الخطأ اللي طاحو في أغلبية ديال التلاميذ العام اللي فات
انه ما قراش التمرين مزيان، يعني ملي بغاو يحسبوا حسبوا ديال مصباح واحد، ولكن ها مصباحين، حتى خرجوا من الامتحان هذاك عدد اللي كرد البال مزيان راه بان ليه مصباحين، اللي قرا التمرين بزاف بدا تيجاوب راه مباش هاد المصباحين هادي. اذا هنا غادي نحسب الطاقه اللي كيستهلكوها مصباحين ومسخن كهربائي، نقدر نحسبهم واحد واحد او نقدر نحسبهم مره. يعني هنا نقدر ندير بحال هكا، لدينا القدره اجماليه للمصباحين والمسخن الكهربائي هي يعني القدره ديال المصباحين ديال المسخن الكهربائي هو هي عندي يعني. عندنا في المسخن 1100 واط، غنزيد عليها القدره ديال جوج المصابيح، عندك هنا في كل مصباح عندنا فيه 20 واط، جوج في 20 هنا غتعطينا 1140، 1140 واط، هذه القدرة ديالهم بجوج. إذا الطاقة المستهلكة بطبيعة الحال خلال ساعة ونصف هو كتساوي بي فوا تي. هنايا بي عندنا 1140 نضربها في ساعة ونصف، يعني ما عنديش 1.3، 1.5 هذه هي الطاقة الكهربائية. غادي نحسبوها 1140 مضروبة في ساعة ونصف 1.5 غتعطينا 1710، 1710، 1710 هذه بالواط، هذه بالساعة، يعني الوحدة غتكون عندنا واط ساعة، وهذا الشيء اللي مطلوب منك التمرين، نحسب بالواط ساعة، ما قالوش لي نحسب بالجول. ندوزو التمرين الأخير، التمرين عليه 4 نقاط، في إطار سباق نظمته الجمعية الرياضية المدرسية، حاولت تلميذ تحطيم الرقم القياسي لمسافة 1500 متر المسجل في إعداد يده والمحدد في 3 دقائق و55 ثانية. أنجز أحمد هذا السباق في مرحلتين قاطعًا، في المرحلة الأولى مسافة 1080 متر خلال مدة زمنية 171 ثانية، المرحلة الثانية قطع المسافة المتبقية. هنا المسافة المتبقية شحال؟ يعني عندك هنا 1500 تنقص منها 1080 غتعرف المسافة المتبقية بسرعة متوسطة 7 متر بالثانية، واحسب بالوحدتين متر بالثانية ثم كيلومتر بالأو السرعة المتوسطة لأحمد خلال المرحلة الأولى. هنا نحسب هنا السرعة، حساب لدينا في كتساوي دي على دي، هو شحال عندنا في المسافة دي، عندنا دي با ديستونس 1080 متر و تي عندنا فيها 171 ثانية، تطبيق عددي تاع النقطتين. إذا في كتساوي لا ديستونس دي اللي هي 1080 قسوم على 171 تساوي هنا 1080 قسوم على 171 تعطينا 6.31، 6.31 6.3 متر بالثانية. هنا ما ننساش راه قال لي بالمتر بار سكوند ثم كيلومتر بار اور، يعني هاد 6.3 غنضربها في 3.6، نضربها في 3.6 باش تعطينا بكيلومتر، يعني 22.7، 22.7 كيلومتر. أنا سألت مع السؤال الأول، عندنا السؤال الثاني، هل تمكن أحمد من تحطيم الرقم القياسي لإعداد يده بتحقيق مدة زمنية أصغر من 3 دقائق و55 ثانية؟ عندي الجواب هنايا، خصنا نعرفو المدة الزمنية اللي دار أحمد، في الأولى كاينة دار 171 ثانية المرحلة الأولى، ولكن في المرحلة الثانية خصني بعدا نحسب شحال دار في هاد المرحلة الثانية، شحال ديال الوقت دار باش نقارنو مع 3 دقائق و55 ثانية. إذا هنا غنحسب حساب المدة الزمنية
المستغرقة في المرحلة الثانية نفتك المسافة المتبقية. كنعرفوا أن V كتساوي D على T، احنا كنقلب على T، T كتساوي D على V. شنو هي المسافة اللي بقات في المرحلة الثانية؟ 1500 ناقص 1080، ها هي 1500 ناقص 1080، pardon، 1500 ناقص 1080 تعطينا 420. يعني المسافة اللي بقات هي 420، والسرعة ديالو هي 7. إذن 420 مقسومة على 7 تعطينا 60 سكوند، يعني المدة الزمنية اللي دا في المرحلة الثانية هي 60 سكوند. إذن دابا نكتب هنا المدة الزمنية التي استغرقها أحمد هي مدة الزمن صار أحمد في الأول استغرق لنا 121، 171 ثانية، 171 ثانية، ومن بعد في المرحلة الثانية استغرق 60 ثانية. إذا غنديرو المجموع، عندنا 1 6 زائد 7 13، 231 ثانية. ولكن ما يمكنش نقارن 231 ثانية مع 3 دقائق و55 ثانية. خصنا أول حاجة نحول، غادي ندير 231 231 مقسومة على 60. إذا 231 غنقسمها على 60، إذا في 6 إلى عندنا درنا 3 عطينا 180، درنا هذاك عطينا 240، لا نديرو 3، 180 ديال الطرح. دابا 1 ناقص 0 واحد، 3 ناقص 8 ديرو لنا 13، عطينا 105، 107. إذا المدة الزمن استغرق هي 3 دقائق 51 ثانية، وبالتالي المدة الزمنية اللي استغرق أحمد أصغر من ذاك الرقم القياسي اللي كان من قبل. إذا أحمد تمكن من تحطيم الرقم القياسي. إذا أحمد تمكن من تحطيم الرقم القياسي. نكون بهذا قد أنهينا يعني تسعة الامتحان الجهوي ديال جهة سوس مصر لسنة 2019.